بكل الخير والرضا دوما يتجدد اللقاء. الحقيقة الحلقة بتاعتنا النهاردة عنوانها المنيا. المنيا عروس الصعيد. ولو صبرتوا معانا كده شوية هنعرف ايه الحكاية، وهتكتشفوا ان الحكاية ما هيش بسيطة قوي كده. طيب تعالوا نبدأها كده من الأول. لو قلنا ان المنيا معناها في اللغة الهيروغليفية يعني منيت، وكلمة منيت يعني المينا، وده ببساطة بيتقال عند بعض التاريخيين ان ده الاسم المختصر الكامل القديم لمنعة خوفو، وده ورد على النقوش اللي موجودة في مقابر بني حسن، وتقريبا ده كان اسم المرضعة بتاعة الملك خوفو. الاسم ده اتطور لانه من منيا الى منة في اللغة القبطية، واللي معناها المنزل البيت، ومنه الاسم اللي موجود دلوقتي كلمة المنيا. يعني كلمة المنيا معناها البيت. طيب المعلومة دي ممكن تكون جديدة للبعض من حضراتكم على الأقل، لو ما قلناش إنها جديدة لكتير منكم، لكن لازم نبقى عارفين كلمة المنيا في التاريخ المصري القديم كانت الميناء الأساسي للدولة المصرية، والميناء زمان كان على نهر النيل، وكانوا بيسموها في الخريطة المصرية القديمة وأقاليم مصر إن موقعها كان في الوسط، وسط مصر. يعني مصر كانت بتقسم إداريا لثلاث أقاليم: الإقليم الشمالي، والإقليم الجنوبي، والإقليم اللي بنسميه إقليم وسط. وكلمة إقليم وسط دي اللي خرج منها كلمة أسم الوسط، ودي كلمة بالعامية المصرية عند كتير من الأسر المصرية بتتقال لما يتعرضوا لهزة عنيفة جدا لشيء قاسي جدا ممكن يهد الحياة يفصلها، فيقول إن الموضوع ده أسم وسط، يعني فصل الحياة بين الشمال والجنوب. المنيا ممكن تفصل بين الشمال والجنوب؟ طيب خلونا نكمل مع بعض. لما بنتكلم على ان كل الغزاة اللي مروا على ارض مصر من القديم للحديث كانوا بيحاولوا السيطرة عليها بالوصول للميناء الاساسي بتاعها، يعني الوصول لمنطقة الوسط، ومنها يتم الاستقرار. هو مش محتاج يبذل مجهود، لا يطلع فوق ولا ينزل تحت، لا يروح لإقليم الشمال ولا الإقليم الجنوب. وهنا كانت كلمة أسم الوسط، اللي يقعد في المنيا يقدر يسيطر على الصعيد من غير ما يحتاج ينزل للأسيوط ولا الأسوان ولا لغيرها، بمجرد أنه يستقر في المنيا. علشان كده الخريطة دي مهمة جدا، لأنها بتقول إيه الموضوع بالظبط، وليه المنيا طبيعتها كده. يعني الحكاية كبيرة وتستحق، وياريت اللي بيتقال فيها يبقى واضح جدا في ذهن اللي احنا نفسنا يبقى شايفنا وسمعنا، لان المنيا لحد النهاردة من التاريخ القديم مازالت هي نقطة خطر وضعف في خريطة الجغرافيا بتاعتنا. طيب تعالوا نقول لبعض كده، احنا ليه في بين السطور اهتمينا نعنون حلقة كاملة للمنيا ونروح لها؟ لأن هتكتشفوا كم من المفاجآت مش قليل. لو قلت لكم تعالوا نشوف المفاجأة الأولى، المفاجأة الأولى لو قلنا طول عمرنا لما بنقول ليبيا والجوار المصري الليبي عينينا بتروح على مرسى مطروح وعلى السلوم، كم مننا يعرف إن العلاقة مع ليبيا بتيجي من أسم الوسط، من المنيا؟ انتوا عارفين إن في الدولة القديمة في مرحلة من المراحل كان جزء من حكموا مصر من هؤلاء الغزاة كانوا ليبيين، وفي الدولة الحديثة وصل للمنيا اليونانيين والبطالمة والرومانيين. طيب تعالوا نحكيها من تاريخنا احنا الفرعوني. لو قلتلكوا كلنا فاكرين اخناتون، ودرسناه ان اخناتون ده كان يعني بتاع التوحيد وعقيدة التوحيد، لكن محدش كان بيحكي لنا الحكاية زي ما هي. إخناتون لما قرر يوحد الإله اختلف مع العاصمة بتاعة
الدولة المصرية القديمة، وقرر بعد صراع كبير حاولوا ينقله لنا انه كان صراع فقط على مستوى الكهنة، لكن هو كان فعليا صراع على مستوى الكهنة ومستوى الشعب. فقرر انه يخرج من العاصمة القديمة ويروح لجبال المنيا، ورأى في جبال المنيا ان هي هتكون اكثر امانا لفكرته الجديدة. وقعد في المنيا 15 سنة، وفي الوقت ده كانت المنيا على عكس باقي الدولة المصرية هي مدينة المذهب الواحد، المذهب الآتوني. وده معناه انه كان ضد طبيعة المصريين التي تؤمن بتعدد المذاهب الدينية. فهو كده قال انا سلفي، انا قاعد في الحتة دي وهأقيم المذهب السلفي، انا اخواني وهقعد في الحتة دي وهأقيم المذهب الاخواني، انا اي حاجة غير اني اقبل الاخر. دي جملة مهمة قوي، يا ده اخناتون، ايوه، ودعا للمذهب الاتوني وقعد في المنيا. قعد 15 سنة لحد ما قدر الجيش المصري يرجع عقيدة المصريين اللي فيها تنوع المذاهب. يعني في الرواية بيتم تحريك بعض الألفاظ، أيوة، بس الحقيقة بتقول إن الدلالة هنا تقيلة جدا. المنيا اللي عدى عليها كل الحضارات اللي دخلت مصر وقعدت ووطنت نفسها وعبرت عن نفسها في المنيا، فجأة تحسم نفسها لمدة 15 سنة لمذهب واحد وتختلف مع الآخر وترفضه، ده كمان من الدولة القديمة؟ أيوة. إيه اللي حصل في المنيا في العصر الحديث على الأقل؟ يعني نقفز قفزة كبيرة جدا. أعتقد أن كلنا على الأقل واخدين بالنا كويس قوي أن المنيا بقيت لديها بعض الصفات اللي حملتها عبر التاريخ، من ان هي بتحب تكون المدينة المنحازة لمذهب واحد. علشان كده ما كانش بالنسبة لنا واحنا بنشتغل في التاريخ ده ان احنا نكتشف ان المنيا اللي عندها انحيازات لطيارات بعينها طول الوقت، واللي عندها عدم قبول بفكرة التعددية اللي هي جوهر الهوية المصرية والروح المصرية، فده ما بالنسبة لي كان مش مفاجأة ان المنيا في التسعينات هي المنيا اللي رفضت الاخر وانحازت بامتياز لكل ما هو ملمح ارهابي. اعتقد ان كلنا فاكرين ازاي في المنيا كان بيتم حرق سيارات ضباط الشرطة، واللي كان منهم العقيد محمد البدوي مسؤول النشاط الديني في الامن الوطني في المنيا، وإزاي هذه الجماعات التي ترفض الآخر خططت لقتله، وإزاي المحاولة دي فشلت. انتوا عارفين إرهاب التسعينات ده اللي كان متركز في المنيا بشخصياتها، المنيا دي اللي علقوا فيها الرؤوس على أعمدة الشوارع بعد عمليات القتل اللي تعرض ليها مصريين، وكان منهم المصريين المسيحيين، والكلام ده كان تقريبا ما بين 92 ل 94 في أبو قرقاص. طيب فاكرين في آخر 93 لما منطقة أبو هلال في جنوب المنيا يعني كان عندها درجة عالية من إرهاب الجماعات الإسلامية، اللي وصل ان هم حاولوا يقتطعوا المنيا ويعملوا فيها تطبيق للحدود لأي حد يخالف الشرع؟ طب هي الفكرة دي كده مش قريبة من فكرة داعش والدولة الإسلامية؟ يعني المنيا للدرجة دي بقى تكوينها بيقول إن هي بترفض الآخر برغم إنها عاشت التعدد بتاع الحضارات اللي مرت عليها؟ وهل رفض الآخر بيبقى حكر فقط على هذا التيار الأصولي، ولا الطرفين بيرفضوا الآخر؟ هل ذاكرتكم بتتذكر دلوقتي معايا عدد من الشخصيات اللي خرجت من المنيا؟ تحبوا نبدأ بمين مثلا؟
عصام دربالة على سبيل المثال، فاكرين الوش ده؟ فاكرين الوش ده بلغة الوش ده بمن يعبر عنه من طيار من المنيا؟ طيب فاكرين الراجل اللي اسمه صفوت عبد الغني؟ فاكرينه؟ فاكرين الوشوش دي؟ والوشوش دي عملت معانا ايه في التاريخ الحديث وتكوينها الوجداني اللي خرج من المنيا؟ ليه طبيعته كانت بهذه القسوة وهذه الحدة؟ طيب فاكرين عاصم عبد الماجد اللي قاعد في قطر وبيتحرك ما بين اسطنبول وقطر، واللي كان قيادي في الجماعة الإسلامية، واللي ادعى بالكذب انه مع المراجعات اللي تمت في السجن تخلى عن الفكر، بس اول ما خرج طبعا ظهرت عليه علامات التقية انه بيقول عكس ما يبطن، يعني كذاب، يعني رجل كذاب بيطلق اللحية ويتحدث انه رجل الدين ولكنه كذاب. قال انه عمل المراجعات وخرج للدنيا لكن اتضح انه بيخدع، لكنه بيعتقد انه بيخدعنا في حين هو كان بيخدع ربه لانه كذاب. طيب فاكرين سعد الكتتني؟ فاكرينه رئيس البرلمان الاخواني؟ فاكرين الناس دي كلها؟ النماذج دي كلها من المنيا. طيب لو رحنا للتخفيف بتاعهم، فاكرين حزب الوسط والدور اللي لعبه؟ فاكرين رئيس حزب الوسط السيد أبو العلا ماضي؟ كل النماذج دي من هذا الطيار اللي حاول يستحضر المنيا الآتونية التي تنحاز لمذهب وترفض التعامل مع المذاهب الأخرى، لدرجة أن بعد ما أسقطتم مشروع الأهل والعشيرة، مشروع الرموز دي في ثورتكم في 30 يونيو، أفكركم وأفكر نفسي أنه بعد فض ربعة كانت كل العناصر الإرهابية بتتحرك بأعداد كبيرة جداً علشان تنال من منشآتكم من أملاككم، وكانت المنيا في القلب في الجوهر، يعني ما كانتش صدفة إن حرق الكنائس يبقى جزء كبير جدا منه في المنيا، ما كانش صدفة إن اللي عينيكوا شايفاه ده قدامكم يحصل في المنيا، ويحصل ويروحوا الناس اللي ملهاش علاقة بالثقافة على متحف ملوي ويحرقوه، علشان الناس دي جاية من التاريخ بالأفكار الرافضة للآخر والمنحازة لأيديولوجيا واحدة، وبتقول إحنا مكملين وطبيعتنا كده. ده معناه حاجة مهمة جدا، إن طول الوقت وإحنا بندرس في تاريخ مصر الحديث لما بيتقال نركز على أسيوط، لما بنتفاجئ إن إنا في الأحداث الأخيرة بتدخل المشهد بالخلايا اللي تم إلقاء القبض عليها هناك، لازم ناخد بالنا كويس قوي إن المنيا هي الجوهر، والمنيا هي نقطة الارتكاز، وهي نقطة التصدير. عارفين ليه؟ لأن لازم نفتكر مع بعض يوم 26 مايو. فاكرين الحادث الإرهابي اللي استهدف حافلات المصريين المسيحيين اللي كانوا رايحين يصلوا في دير الأنبا صموئيل، واللي أسفر عن استشهاد 28 مواطن مصري؟ فاكرين الحادثة دي؟ وقتها المنيا اتقال وبسرعة إن الحادثة دخلت عشان تتعامل مع المشهد ده مش من على الطريق، ده دخلوا من الظهير الصحراوي. ووقتها قلت ليه طول الوقت بيدرسونا ان ليبيا يعني على طول مرسى مطروح، يعني السلوم، ده اتضح ان المنيا هي اللي معناها ليبيا وهي اللي واصلة ما بين ليبيا. علشان كده كان رد الدولة المصرية للحق اللي حصل ده بان الضربة تروح للارهابيين في نقطة التصدير جوه ليبيا، الأرض اللي تسللت منها هذه المجموعات، خرج السلاح المصري علشان يرد على هذا الحادث الإرهابي، والضربة بتاعت شبابنا وولادنا وإخواتنا هي اللي قدامكم علشان تجيب الحق ده.
لكن بالنسبة لنا احنا في بين السطور كانت المنيا نقطة مهمة وفارقة، مش بمعناها في الدولة القديمة ولا بمعناها عند إخناتون. المنيا كانت نقطة ارتكاز لتغيير الفكر في نص مصر بين الشمال والجنوب. والمنيا دي هي النقطة اللي اتحركت ليها الجامعات المصرية ببعثات مصرية خالصة في الثلاثينات علشان تقول مين المنيا؟ ليه المنيا؟ وكان الغريب ان البعثة دي في زمن الدكتور طه حسين لما كان بيرأس جامعة القاهرة، وهذه البعثة خرجت في الثلاثينات علشان تقول ان المصريين قادرين على انجاز حفائر بلدهم وتاريخهم بايديهم. ووصلت هذه البعثة للمنيا علشان تعمل الحفائر اللي حصل بعديها كمية من الاكتشافات المهمة جدا. البعثة دي كانت برئاسة العالم المصري الدكتور سامي جبرة. البعثة دي كانت بتقول ان جامعة القاهرة، وهنعرف ليه جامعة القاهرة، كان عندها هذا الهم لاكتشاف منطقة تونة الجبل. والصورة اللي قدام حضراتكم دي بتقول ان احنا قدام البعثة المصرية الخالصة للحفريات في منطقة تونة الجبل في ثلاثينيات القرن العشرين، اللي خرجت من جامعة القاهرة على يد الأثري سامي جبرة ب 500 جنيه دفعتهم كلية الآداب عندما كان عميد كلية الآداب، وموجود في الصورة قدامكم الدكتور طه حسين. وده كان معناه بالنسبة لي ليه جامعة القاهرة تروح المنطقة دي تحديدا وتترك ولا تقفز عليها البعثات الأجنبية. ولما فكرت كويس وعرفت ان البعثة دي توقف عملها سنة 50، وان هذه البعثة اثناء وجودها تم بناء استراحة للدكتور طه حسين في تونة الجبل، ودي الاستراحة اللي شهدت ولادة الرواية الجميلة دعاء الكروان اللي بعد كده اتحولت لفيلم سينمائي. وكانت بالنسبة لي دي كلها علامات. لما الملك فاروق قرر في سنة 35 انه يروح يزور هذه البعثة المصرية الخالصة، لازم نركز، بعثة مصرية كاملة ما فيهاش اجانب، في وقت كانت الدنيا كلها بتجري وراء اثارنا علشان تدور عليها علشان تبقى موجودة فيها. وقتها انتبهت كمان لحاجة مهمة قوي، مش بس حجم الاكتشافات اللي هذه البعثة بتاعت الدكتور جبرة اثبتتها في منطقة تونة الجبل، انتبهت اكتر ان لماذا لم يتم الاقبال السياحي والعالمي للترويج لمنطقة المنيا الاثرية. وقتها افتكرت الكلمة العامية اللي بتقول اسم وسط، ده مقصود ان المنطقة دي لو خرج منها حاجة تتجزأ وتتحكي بطريقة وما تتحكيش كلها، وكان مقصود أكتر إن الأجانب ما يبروزوهاش وما يحطوهاش قدامنا كلنا، كما لو كان ده الجزء اللي من التاريخ المصري الفرعوني مطلوب نتعامل معاه بطريقة. وهنا كمان اتخضيت أكتر، لأن لما قريت على نوعية الاكتشافات وإن كان فيها أول مقبرة آدمية في تاريخ منطقة مصر الوسطى، كانت المسألة بالنسبة لي مدهشة. مش دي الحاجات اللي بيتشدوا لها؟ علشان كده الأول ما عرفنا إن جامعة القاهرة في هذه السنوات الحديثة في زمن الدكتور جابر نصار قررت إن هي توفد بعثة، مرة تانية جامعة القاهرة، ومرة تانية البعثة مصرية خالصة، ومرة تانية البعثة بتروح لمنطقة تونة الجبل علشان مزيد من التنقيب بأيدي مصرية. وكل اللي بيشتغلوا عندنا في الآثار وكل اللي بيتكلمونا كل يوم عن اكتشافات احيانا بنكتشف انها مش موجودة وانها تصريح اعلامي اكتر منه اكتشاف، ما بيتكلموش عن الموضوع والحكاية ما بتاخدش حقها. وهنا بالظبط
الأمارة ظهرت قدام عينينا. يا رب كل الدنيا تبقى سمعانا. المنيا نقطة الارتكاز لتغيير المزاج المصري، لتغيير الوجدان المصري. يعني علشان في العصر الحديث يطلعوا إرهابيين هيشتغلوا من المنيا، والإرهابيين وقتها مش هيبقوا مسلمين بس، هيبقوا مسلمين وهيبقوا مسيحيين وهيبقوا من كل حاجة ممكنة. المنيا نقطة مهمة، بتمنى ان المنيا اللي فيها اوسع نقطة مساحة في نهر النيل واللي كانت الميناء الاساسي للدولة القديمة يتبص عليها، ويبقى السؤال مازال معلق: لماذا لا تتحرك البعثات الاجنبية والمصريين المسموعين لدى الغرب يكلمونا عن الاكتشافات المهمة في المنيا؟ ليه ما بتتلمعش؟ ليه مطلوب ما نشوفش غير اللي هم عايزيننا نشوفه؟ ايه اللي مسكوت عنه واللي مش مطلوب نعرفه؟ حوالين هذا الاكتشاف الجديد اللي الان بنعيشه هنروح علشان نعرف ايه هو الكاتاكومب وايه اهمية هذا الاكتشاف، مع الدكتور محمد صلاح الخولي أستاذ المصريات ورئيس البعثة المصرية المسؤولة عن الكشف الأثري في منطقة تونة الجبل واللي من جامعة القاهرة، علشان نقف على تفاصيل كتيرة جدا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم. خلونا سريعا نروح للأستاذ الدكتور محمد صلاح الخولي أستاذ المصريات ورئيس البعثة المصرية المسؤولة عن الكشف الأثري بمنطقة تونة الجبل. منورني، مساء الخير. أهلا، مساء الخير. خليني أستاذن حضرتك نبدأها شوية من قبل بعثة حضرتك، نبدأ من البعثة بتاعت الثلاثينات، لأنه بالنسبة لنا كانت جذابة وإحنا بنذاكر، يعني بعثة الدكتور سامي جبرة. خلينا نقول ليه جامعة القاهرة اهتمت؟ ليه البعثة كانت مصرية خالصة بالمنطقة دي؟ يعني كانت منطقة جذب لكلية الآثار جامعة القاهرة، ووقتها حتى كانت ما فيش كلية آثار، كان في قسم آثار تابع لكلية الآداب. صحيح. اتفضل. بشكر حضرتك على الاستضافة طبعا. ربنا يخليك. هو الحقيقة علم الآثار طبعا حضرتك تعرفي من بعد كشف حجر الرشيد شامبليون كان في اهتمام كبير جدا من الدول الأوروبية بالتنقيب والبحث عن الآثار والحضارة المصرية، وبذل مجهود كبير جدا الحقيقة. ويمكن القرن 18-19 كان كله بعثات اجنبيه هي اللي بتعمل على ارض مصر. لحد دلوقتي في كتير. ولغايه دلوقتي دي حقيقه الحقيقه. ويعني في من القرن 19 بدا المصريين في التفكير انهم يدخلوا في مجال التنقيب عن الاثار. وكان الحقيقه السبق لجامعه القاهره في هذا الوقت انها فعلا تشكل بعثه وتنقب عن الاثار بفريق مصري كامل. المفارقات اللطيفه اللي لابد ان تذكر في وقتها كان عميد الادب العربي الدكتور طه حسين كان عميد بكليه الاداب في وقتها. وكان دكتور سامي جبره، المرحوم سامي جبره، كان استاذ الاثار المصريه بمعهد الاثار بجامعه القاهره. تمام. وتربطهم صله نسب، يعني زوجه دكتور طه حسين وسامي جبره اثنين اخوات، يعني كان عديله. دي حاجه معلومه فرنسويه. فرنسويه الاثنين كانوا. أيوة فرنسويين. دي معلومه احنا ما نعرفهاش اطلاقا، ما كانتش معروفه لناس كتير الحقيقه. ايوه. وكانت تربطهم صداقه كبيره جدا جدا. وبدا اهتمام سامي جبر بمنطقه تونة الجبل، هي منطقه يمكن يجي الحديث عنها بعد قليل. هي منطقه فريده من نوعها، هي تعتبر الجبانه بتاعت احدى العواصم الكبرى ومراكز العقيده المصريه القديمه ومراكز الفكر المصري القديم في التفكير في الحياه في العالم الاخر والبعث وكيفيه خلق الكون. يعني هي احد مراكز خلق الكون في بالظبط مراكز خلق الكون. المصريين كان في اكثر من مذهب في تصوراتهم كيف تم خلق الكون. وتصورات الحياه تكاد تقرب من الديانات السماويه. تمام. تقريبا هي يا فندم الحضاره الوحيده اللي كانت بتؤمن بالبعث. بالظبط، ده صحيح، وده بيؤكد فعلا ان هي اصاله الحضاره وانها بالفعل بتقوم على اساس ديني حقيقي مع البعد لحد ما مع عمل الوقت عن الديانه الحقيقيه. فكان احد المراكز الاساسيه للتصورات عن العالم الاخر وتصورات عن كيفيه خلق الكون وخلق الانسان كانت مدينه الاشمونين بجانب مدينه منف بجانب مدينه هليوبوليس اللي عين شمس. تمام. فكان الاهتمام بها كبير جدا. بجانب اخر انه كانت مركز بنسموه كوزموبوليتان، مدينه عالميه، كانت مركز لجذب ثقافات اخرى وحضارات اخرى وبالذات كانت الاغريقيه والرومانيه. وكان احد الاماكن اللي استقر فيها جاليه يونانيه كبيره جدا
وعاشت فيها وتعاشت مع المصريين وتزوجت معهم وكانت لهم اثار فيها في جانب الاسكندريه في المنيا بالذات. يعني اسكندريه والمنيا تقريبا هم المدينتين اللي دايما بتقال عليهم كوزموبوليتان متعددي الثقافات الجنسيات. وكان في مدينه في المنشاه تبع محافظه سوهاج برضو كانت احد المراكز التجمعات الاغريقيه في، لكن كانت الاشمونين الحقيقه احد المراكز الكبرى في ذلك الوقت. فمن هنا كان جه اهتمام سامي جبره بالبحث في تلك المنطقه. وبالفعل الغريب ان الدكتور طه حسين هو اللي شجعه واداله تمويل من جامعه القاهره في وقتها 500 جنيه مصري في وقتها يعني يذكر، وقام بالحفار. وكانت الحفار الحقيقه مفاجاه كبيره جدا. لا وايه بقى؟ اكتشف اول ما اكتشف السراديب تحت الارض، مجموعه كبيره جدا من السراديب تصل كيلومترات تحت الارض خاصه لعباده معبود هذه المنطقه، معبود مدينه الاشمونين اللي هو اسمه لله جيحوتي اللي هو على شكل طائر ابو منجل اللي هو ابو اردان. طائر ابو منجل اللي هو رمز جامعه القاهره اللي هو رمز الحكمه والمعرفه الى اخره. ايوه. والجبانه دي كانت مخصصه ليه، وكان ليه رمزين، احدهم على هيئه ابو اردان والثاني على هيئه البابون او القرد. له صله بالفكر والقمر وعباده القمر واشياء متعدده، يعني جحوتي ده كان رمز للحكمه والمعرفه وفي نفس الوقت كان اله القمر والحساب. والحساب لان الحساب. حتى في كل حاجات الموتى كان بيبقى القرد تقريبا بالظبط على الميزان كمان. أيوه. على الميزان اللي بيحاسب حضرتك عارفه بالظبط. فاكتشف مجموعه من السراديب فيها كلها مخصصة المدافن للطائر أبو منجل وأيضا للقرد بابون، وفي مقصورة رائعة موجودة تحت. تمام. اكتشف مقبرة بتاعة بتوزيرس أحد الكهنة اللي كانوا مخصصين لعبادة إله جيحوتي في أواخر الحضارة المصرية وفي بداية العصر اليوناني الروماني وكاهن مصري. لكن الجميل في هذه المقبرة يمكن بعض الصور قد تبين ذلك أنه هي خليط ما بين الثقافة المصرية والثقافة اليونانية، يعني هو كاهن مصري لكن التقاليد التقاليد اليونانيه بدات تظهر في الملابس في، لكن عادات المصريه والعباده المصريه والعقيده المصريه كانت موجوده. المقبره الشهيره بتاعه رمز الحب ايزادورا اللي هي شهيده الحب كما يقال موجوده في هناك، ودي كان ابيها حاكم روماني حاكم المنطقه واحبت شاب مصري وعاشت في المدينه ولا انتحرت. يعني هي القصه طبعا قصه مثيره ومؤثره كمان، انها لم يعني والدها طبعا رفض الزواج، طبعا كان في المواطنه وان المواطنه المصريه كانت اقل طبعا من المواطنه الرومانيه فرفض اتمام هذا وانتحرت ايزادورا والقتها بنفسها في النار حسب ما بتقول الصوره او القصة. وعمل في مرسيه، يعني ابوها كاتب مرسيه على جدار المقبره، انت برضه في صوره ليها. ايوه. وبتحكي الحزن واساه الشديد على هذه القصه. فعلى كل حال هذه المنطقه هي منطقه التقاء حضارات وتجانس ما بين الحضارات، وعشان كده كانت اهميه منطقه مهمه. وقف الحفريات في سنه 50 يعني وقفت بالظبط حوالي 53 تقريبا. الملفت بس اول حاجه مهمه كمان ان دكتور سامي جبره كان انشا استراحه لجامعه القاهره من اكبر استراحاته، ما زالت موجوده حتى الان تتبع وزاره الاثار. ما زالت موجوده، احنا بنشتغل ونقعد فيها. وفي دكتور طه حسين عشقه لهذا المكان، هو مكان رائع الحقيقه، بعض الصور قد تبين ذلك، هي في حضن الجبل الغربي ويعني الجو فيها ساحر. وطه حسين انشا استراحه خاصه ليه قريبه من هذه الاستراحه، ويقال انه كتب فيها القصه الشهيره بتاعت دعاء الكروان. ايوه واحنا بنذاكر لقينا المعلومات دي بالظبط في هذا المكان. درجة اهميتها كمان انتهاء اهميه الكشف اللي عمله سامي جبره ان الملك فاروق راح زار هذا المكان، في صوره انا برضو جايبها. احنا حطينا الصوره بس ممكن كمان نحطها، هي موجوده اهي. راح زار هذا المكان وكان لسه بيحتفل بالزفاف بتاعه، وعمل رحله اعتقد نيليه في الصعيد وصمم انه يزور هذا المكان. وطبعا ده بيكشف انه الكشف ده كان في وقتها ليه كان حاجه جذابه جدا وفي اهتمام عالميا يعني. ومصريا طبعا كان اهتمام عالي جدا بيه الحقيقه. توقف ليه بقى؟ يعني توقفت الحفريات من الخمسينات ورجعت امتى البعثه بتاعت حضرتك؟ هو من الخمسينات يمكن لغايه الثمانينات طبعا التمويل ما كانش في تمويل كافي، وما كانش في بعد سامي جبره الحياه تولى مجموعه من الاثرين المشهورين الدكتور عبد العزيز الصالح والدكتور مصطفى الامير اداره البعثه، لكن يعني كانت الامكانيات الماديه محدوده وبعض المكان كمان. تمام. كان حضرتك بيشتغل كله في جامعه القاهره فعشان ينتقلوا الى المنيا كانت في صعوبه شويه. في 89 او في الثمانينات حصل شراكه ما بين جامعه القاهره وجامعه ميونخ الالمانيه. واصبحت بعثه مشتركه. الالمان طبعا عندهم امكانيات ماديه كبيره الحقيقه، وبداوا هم يشتغلوا واحنا بشكل محدود جدا كنا بنكون موجودين معاهم. تمام. الجانب المصري من جامعه القاهره يمكن شخصين او ثلاثه بالكثير، وما كانش في دور قوي فعال. طبعا الحقيقه كان بيرأس البعثه في وقتها الاستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين كرئيس البعثه، وطبعا برضه الامكانيات الماديه حاله ان المصريين يقوموا بدور
قوي. بس الالمان فضلوا يشتغلوا واكتشفوا جبانه يونانيه رومانيه، بعض المقابر من العصر الروماني، اكتشفوا مدينه للكهنه، مساكن للكهنه بيسموها المساكن البرجيه، بتصور ازاي الكهنه اللي كانوا بيعملوا في السرابيوم او السراديب بتاعت المعبود جيهوتي ساكنين فين واماكنهم وطريقه العباده. وهي جبانه الحقيقه جبانه يعني غنيه مليانه جدا حاجات جدا كتير جدا. لكن حتى هذه اللحظه ما كانش في اكتشاف اين كان يدفن الكهنه او الاشخاص اللي هم بيعملوا في خدمه المعبد في المكان ده. يعني هي جبانه العاصمه هي الاشمونين، اللي هي الاشمونين حضرتك تعرفي يمكن اسمها من شيمينو او خيمينو بمعنى ثمانيه او السامون، وده السامون الالهه اللي هو ينسب له فكره الخلق اللي هو من ثمان اربع معبودات اناث واربع معبودات ذكور، ويطلق عليها السامون، وكلمه سامون باللغه المصريه اسمها خيمينو، وتحولت الى شيمينو والى الاشمونين الجديده دي. البعثه بقى اللي حضرتك بترأسها دي بدات تشتغل من امتى؟ احنا من 2012 بدانا ندخل بفريق عمل ضئيل صغير الحقيقه، وكمان التمويل كان محدود شويه. بدانا فقط بان احنا نصور الحاجات اللي اكتشفها الدكتور سامي جبره، لان ما كانش مسجله، معظمها ما كانش مسجل، بدانا نسجلها ونصورها. وبعدين الحقيقه انا فكرت ان احنا يعني لازم نشارك، لازم نحفر. وكان في المنطقه كان في منطقتين، كان في تل قريب من العاصمه او الجبانه الرومانيه، والساقيه في ساقيه هناك اسمها الساقيه الرومانيه. والتل ده كان باين اثاره، باين فيه مباني طوب لبنيه، لكنه ما تمش الكشف عنه، فقررنا احنا نشتغل فيه. وفي منطقه ايضا الى الشمال من هذه المنطقه، احنا طبعا يعني حتى كبعثه كنا ماشيين سيستماتيك وماشيين بشكل علمي كامل، على عكس ما ينسب للمصري للجانب المصري انها يعني جانبها ما تشتغل بشكل علمي. لا، كنا عارفين كويس قوي بنشتغل فين، عملنا اشتغلنا بالصور ذات اللايت، كنا عارفين ايه اللي موجود شكلا، عارف الطبقات اللي هتشتغل عليها، فنوعيه الادوات، طبيعه الارض وطبيعه الشكل بتاعها، كان حاسين ان في شيء في هذا المكان. وبعدين استعنا بفريق من جامعه القاهره، من كليه العلوم جامعه القاهره، قسم الجيوفيزيكس، ودي برضو كلها مجهودات محليه. ده كويس جدا، ويعني لابد ان اشكرهم الحقيقه على هذا الجهد، لانهم ما خدوش مقابل. يعني الالمان كانوا بيجيبوا ناس بيعملوا سيرفي هناك في المنطقه، كانوا بيدفعوا الاف اليورو يوروهات. احنا دول تعاونوا بشكل ودي، لانهم ودي كده كانت البعثه المصريه ما كنتوش بتشتغلوا مع الالمان، لا الالمان كانوا متوقفين طبعا عشان ما كانش عندهم موافقات امنيه، كانوا متوقفين. الكلام ده من 2012 لغايه 2017. احنا بدانا 2015 نعمل السيرفي المسح، وحددنا المكان وصورنا بالجي بي ار والاجهزه الراداريه، صورت لنا المكان وحددنا تقريبا ايه الاماكن اللي يبدو فيها الشغل. واشتغلنا فعلا في اواخر 2016 بدانا نحفر بالفعل، وعلى بعد حوالي 3 امتار لقينا اثار مباني لبنيه من طوب اللبنه. بدات تبان، دي كانت البدايه، فحسينا لا احنا فعلا على الطريق الصحيح. بس كان اخر موسم، جينا الموسم اللي بعده اللي هو 2017. في شهر مايو 2017 كنا عارفين برضو بالتقريب، بدانا نحفر، والحمد لله في خلال اقل من شهر كنا بدانا نشوف البئر الاول، والبئر الاول فتح، نزلنا فيه، طبعا كان شغل جبار الحقيقه، ونزلنا فوجئنا بممرات، وممرات فيها رديم كتير جدا، عظام ادميه، بدا يظهر مومياوات، ونفاجئ ان الممرات دي بدات كل ممر يتشعب لاتجاهات مختلفه، وعلى كل الجوانب نلاقي مومياوات. طبعا عرفنا الحقيقه للاسف ان اللصوص اشتغلوا في العصر الحديث، نجحوا في الوصول لهذا المكان، تدمير المومياوات وتكسيرها، ومحاوله نبش المومياوات واستخراج ما تصادر من لقى وما شابه. فعرفنا في هذا المكان، بس طبعا كان عندنا امل ان احنا نجد اشياء مهمه، بس يكفي انه فعلا لاول مره بنتحدث عن جبانه، لجبانه جماعيه كمان، دي حاجه فريده الحقيقه. دي مش بتاعه الحضاره المصريه بشكل خاص، لا مصريه هي، بس مصريين، لانه طبعا بس تاثروا بالثقافات الاخرى بقى، في تاثير في اللغه في الفن، لانه طبعا المومياوات عثرنا عليها كتابات بالخط الديموطيقي والخط الشعبي وبالخط اليوناني، يعني بعض المومياوات عليها يا ديموطيق لوحده يا يوناني لوحده، او بعضها عليه الخطين باللونجو او باللغتين. ايوه، فده بيكشف انهم مصريين، يعني طالما انه كتب بالديموتيك او بالديموديان يكشف انهم مصريين هم، واسلوب التحنيط وشكل التحنيط هي مومياوات، يعني الجزء الاكبر منها لازم تكون مصريه. من الشكل، لا انا قصدي طريقه الدفن بتعكس ان حصل تغير ما في الثقافه، اللي هي فكره ان يعني جبانه متعدده. يعني بالظبط، يعني هو كان قبل كده بنلاقي مقبره لشخص واحد او لعائله، الزوج والزوجه وابنائه وبئره، وبعدين حجر الدفن حواليه او مجموعه الحجرات حوله خاص مش هذا الشكل. ويمكن حتى من قبلها يمكن بشهور كانت وزاره الاثار عملوا برضو
مجسات، ووجدوا بئر برضو بتنتفي مجموعة التوابيت فيها لكنها منتهية، يعني ما مش ممتدة المسافات. فده برضو كان ده النمط اللي كان ماشي. ده الاكتشاف اللي تم الترويج ليه يعني بشكل مش كبير، يعني المقابر كما سميت يعني الكاتاكوم دي اللي احنا بنسميها الكاتاكوم، الخبيئة بتاعتنا احنا او الجبانة بتاعتنا دي اللي بنسميها كاتاكوم، اللي هي زي شكل مشط، شكل فلاية. يعني بتبقى ممرات متعددة من كل كافة الجوانب، او بتكون زي في اسكندرية الكاتاكوم. في اسكندرية بتكون بشكل حلزوني دائري، والفجوات بتوضع فيها المومياوات. دي هنا عبارة عن ممرات متعددة، كل ممر يطلع لممرات اخرى، وكل ممر فيه مجموعة من الدفنات، والتوابيت موجودة في أماكنها. التوابيت الحقيقة توابيت مصرية طبعا، الطابع بتاعها توابيت مصرية، في بعض التوابيت فخارية وهي كلها من الحجر، ما فيش نقوش عليها، لكن المومياوات عليها نقوش وعليها خطين والشيء ملفت كمان ان بعض المومياوات حتى دي عملت انطباع غريب، كانت على درجة من الضخامة، حجمها كبير جدا جدا، حجم العظم الموميا نفسها، الحجم ارتفاع عليها، ارتفاعها يمكن يصل حوالي 70 سنتي تقريبا الارتفاع من الارض، والطول يمكن يصل اكتر من متر ونص او مترين، يصل لمترين. فحتى ده طبعا هم عمالقه ويعني اجسام ضخمه، لكن انا عرفت بعد كده ان في تفسير، الحقيقه تفسير اعتقد منطقي، ان ده كان اسلوب في تلك الفتره، في تغير طبعا في العادات والتقاليد وعادات الدفن، انه يعمل البديل للتابوت اللي هو مصنوع من الفخار او من الحجر في شكل الموميا، يعني لفائف المومياء في اللفائف نفسها، اللفائف المومياء بحيث تاخد شكل الموميا، وبالتالي مش محتاج انه يعمل تابوت من الحجر. يعني في النموذجين، في توابيت من الحجر وفي المومياوات اللي هي بتعتمد على اللفائف. بالظبط. طيب الاكتشاف ده مع اهميته الكبيره، لان كلمه كاتاكومب احنا نعرفها اكتر يعني كاتاكومب روما. لما يبقى عندنا في مصر اكتشاف بنبعثة مصرية خالصة بهذا الحجم، صحيح يعني الوزير اعلن عن الاكتشاف وكده ورئيس الجامعة ورئيس الجامعة طبعا، بس ما خدش الاكتشاف الزهو اللي بيحصل احيانا لبعض الاكتشافات اللي بعد كده بنلاقيها حاجات ابسط بكتير من اللي اتقال. ليه؟ هو ده صحيح الحقيقة طبعا، يعني هو ساعة الاكتشاف طبعا كان فيه اهتمام كبير جدا، اهتمام اعلامي محلي وخارجي ودولي، وكان على درجة كبيرة جدا، بعض الصور انا عرضتها. لكن هو عادة الاكتشافات اللي بيحصل فيها على لقى اثرية ذهب ومقتنيات جنازية كبيرة جدا، زي نموذج مثلا توت عنخ امون او غيره، ده اللي بتدي انطباع كبير جدا والناس بتهتم بيها. لكن ده احنا واعتقد باذن الله هيعثر عليها، لان احنا لقينا مثلا بعض الشرائح الذهبيه، لقينا بردي موجود، يعني ما تركوا اللصوص، يعني ما قدروش يصلوا ليه. لا ما هو اكيد هتلاقوا حاجات كتير أكيد. لان المنطقه كده بتقول ان هي نقطه ارتكاز مهمه، جبانه ضخمه، يعني جبانه كبيره فريده من نوعها، ما فيش في اي مكان في مصر، على الاقل حتى في الصعيد ما فيش جبانه. طيب حضرتك قلت لي كمان انه السيدة ماريا القبطية اللي هي زوجة الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت كمان من المنيا. دي حقيقة؟ دي حقيقة. هو طبعا يعني محافظة المنيا بصفة عامة محافظة متفردة الحقيقة، يعني في أشياء يعني إذا كنا بنعتبر هي محافظة عجيبة، زي بالظبط حضرتك الملاحظة جيدة، يعني بنعتبر الأقصر مثلا في قلب محافظة قنا ولا الصعيد بصفة عامة، المنيا في قلب مصر الوسطى. وهي بالظبط زي ما لاحظنا من شويه انها مكان التقاء حضارات مختلفه، يعني ايه اللي يجذب الاغريق انهم يجوا من بلاد اليونان عشان يعيشوا في هذا المكان، الرومان عشان يعيشوا في هذا المكان، في نقطه جذب. هو ده البيت فعلا اللي احنا حاطينه على الهوا؟ هي دي الصوره؟ لا دي لا، في صوره تانية غيرها الحقيقه. هي طب عايزك تحكيها لي الحكايه دي عشان احنا انا بالنسبه لي اول مره اعرف المعلومه. هو ده البيت ده بالظبط، ده البيت ده بيت السيده ماريا القبطية. ايوه الحقيقه طبعا بشكر الاستاذ فرج الجهمي اللي هو المدير تنشئه السياحه في المنيا، هو اللي مدني بالصوره دي، صوره نادره انا ما لم يعثر عليها الا من خلاله الحقيقه. ايوه وبيقوم بجهد رائع الحقيقه، انا بشكره عليه. هي الـ 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 المنطقه دي اسمها الشيخ عباده. الشيخ عباده هي في محافظه تقريبا ملاوي، يعني تبع مركز ملاوي. والمنطقه دي كان ليها اسم مختلف قبل اسم الشيخ عباده، كان اسمها انتينوبوليس. انتينوبوليس. وكان برضه شوف حضرتك الاهتمام الغريب من اباطره روما، ان الامبراطور هادريان حوالي 130 ميلادية جه زار مصر، وكان ليه ربيب أو عشيق غلام يعني، وكان جايبه معاه وبيزور تقريبا مصر وكده في أماكن مصر مختلفة، وجه عند منطقة الشيخ عبادة، والغلام بتاعه نزل يستحم في نهر النيل وغرق ومات، فحزن طبعا الإمبراطور حزن شديد جدا عليه، وقرر أن يسمي المدينة على اسمه، وسماها أنتينوبوليس أو مدينة أنتينو
نسبه للاسم، كان اسمه انتونوس الشاب ده. الشاب وظلت تحتفظ باسمها لدرجه لما العرب جم حتى الاسم كان مازال قائم، كانوا يسموها انسينا او انسينا انسينا تقريبا. لما جه سيدنا عمرو بن العاص لما دخل مصر في الفتح الاسلامي وبجيشه، وكان معاه من ضمن الجيش كان احد الصحابه اللي هو عباده بن الصامت. وكان في معركه عند البهنسه وكان بيطارد فلول الرومان وانتصروا عليهم، ووصل عباده الصامت ابن الصامت لغايه المنطقه دي اللي هي انسينا دي. وهناك عرف من اهل البلد ان ده مكان مولد واقامه السيده ماريا القبطيه زوجه الرسول عليه الصلاه والسلام. فتبركا بها وحبا في هذا المكان قرر انه يعيش في هذه المدينه، لا قريب من البيت يعني، وانشا مسجد، كان اول مسجد ينشا في الصعيد في تلك الفتره. كان العرب لسه ما امتدوش لداخل الصعيد. وعاش في هذا المكان اهل البلد حبا فيه، فاطلقوا على المدينه ومن ذلك التاريخ اسم الشيخ عباده. ايوه وعشان كده اسمها دلوقتي في كل المصادر اسمها الشيخ عباده. الشيخ عباده احد مراكز اسمه الشيخ عباده. فده نوع من يعني برضو من العطاء يعني لهذه المنطقه. طب عايزه اسمع تعليق سريع لان وقتنا خلص، ازاي مدينه تبقى عاشت كل تعدد الثقافات ده والتكوين المختلف ده وقدامي حاجتين مدهشين في كده، تغميض عينين من كل الناس المهتمه بالايجيبتولوجي بعلوم المصريات، حتى المصريين نفسهم بدل ما يحولوها لنقطه نور، ومتروكه لفكره الاستقطاب، يعني هي بتاعت مذهب واحد وتدب الخناقه وياكلوا بعض. هو طبعا حضرتك عندك حق يعني، هو طبعا في تنافس هناك، في طبعا في مسيحيين كتير هناك موجودين، على النسبه للمسيحيين موجودين هناك. في ظروف الاقتصاديه وربما التشدد و الفاناتيسموس بتزيد في تلك في هذه الاماكن، بيحصل مشاحنات نتيجه لظروف متعدده حضرتك بتعرفيها، بتنتشر هذه الجماعات في وسط هذه المجتمعات نتيجه للفقر والجهل وعدم العلم وحاجات كثيره جدا، واقرب وسيله الاحتكاكات ما بين الثقافات، رغم انه كان قبل كده كانوا عايشين مع بعض وعايشين في بس بعيدا عن ده، ما هو في التاريخ لاحظنا في يعني محطات كتير ده موجود، فكرة ان المدينة بتروح قافلة على نفسها وهي عايزة تبقى مدينة مذهب واحد، مدينة توجه واحد. نعم. ليه؟ هي والاهم من ده، ليه الاثريين مش بينوروها كده؟ يعني ليه مش واخدة حقها؟ والله وحضرتك ده ينطبق على معظم الاماكن الاثرية في مصر نتيجة للظروف اللي احنا فيها، يعني منطقة زي دي الحياة يعني تستحق ان بالفعل يلتفت إليها أنظار العالم كله، زي منطقة التقاء ثقافي حضاري، تجمعات دينية ومتعايشة مع بعض من آلاف السنين ومئات السنين، يعني تخيل حضرتك إغريق وأقباط ورومان ومصريين ومسلمين تعايشوا مع بعض ويتقبلوا حتى عبادة بن الصامت يعيش في هذا المكان وبمنتهى السلام، لكن الـ 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 يعني في إلى حد ما ظروف غير كافية لترويج هذه الأماكن وترويجها سياحيا، دلوقتي أعتقد يعني اللي احنا بنعمله واللي بتعمله وزاره الاثار محاوله لفت الانظار لهذا المكان لحد دلوقتي بالنسبه لي هي لسه مش بتلفت الاثار قوي. خليني اشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور محمد صلاح الخولي، استاذ المصريات ورئيس البعثه المصريه المسؤوله عن الكشف الاثري بمنطقه تونا الجبل. خلوني وانا بختم الحلقه اقول بس كلمه مهمه قوي، احنا عايزين ننتبه لان القلب بتاع بين السطور، لو انتوا فاكرين المنطقه العاميه، في حد مش عايز حتت تنور وعايز حتت تنور، والحد ده له شرش بره وشرش جوه، والاتنين بيشتغلوا لهدف احنا مش شايفينه، بس انا بأمل من الحلقة دي ان المنيا تبقى في جوهر خطة وحدة مصر الجغرافية. الى اللقاء.